قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. في طريق طويل سلكه الأنبياء وأوصيائهم وكل أصحاب الرسالات السماوية وكل أصحاب المبادئ وكل المصلحين في العالم، طريق يبدأ من نقطة ما قد نعلم هذه البداية ببعض التفاصيل، لكن غالبا لا نستطيع أن نقرأ المسيرة ولا أن نقرأ هذه البداية وإلى أين ستأخذنا. لكن عظمة الإنسان المؤمن في تسليمه لله سبحانه وتعالى. لم يكن النبي إسماعيل عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم ولا يظن أنه عندما يسلم نفسه لأبيه إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى سيفديه، لكنه التسليم. لم يكن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ونحن في أيامه هذا يظن أن 40 سيفا لن يناله منهم ولا طرف سيف، لكنه التسليم. نحن نبدأ في هذه المسيرة استجابة لله سبحانه وتعالى. إلى أين تأخذنا لا نبالي، أولسنا على الحق إذن لا نبالي. ما يقوم به الشهداء، ما يقوم به العاملون في الطريق هو هذه المسيرة. نحن نبدأ من نقطة صحيحة ثم نعاهد الله عز وجل أن نمضي ونسير على هذا الدرب الذي سمي في بعض الأحيان طريق ذي الشوكة، سمي في بعض الأحيان طريق الحق، سمي في بعض الأحيان طريق المتاعب والمصاعب والابتلاء والعطاء وإلى آخره. لكن نحن واثقون أن الله عز وجل هو الذي يرسم الطريق، وهو الذي يكتب البدايات، وهو الذي يكتب النهايات، وهو الذي يحافظ علينا مستقيمين في هذا الدرب، ولا يهم في الوسط ماذا يكون. الشهيدين العزيزين أعلى الله مقامهما لم يكن أمامهم هذا الطريق كاملا، لكنهم واضح بالنسبة إليهم نقطة البداية، وواضح بالنسبة إليهم أنهم على الطريق المستقيم، وهذا بحد ذاته يكفي. وهذا هو طريق كل الأنبياء، وهو طريق كل الأئمة، وهو طريق كل الشهداء وكل المصلحين. يبدأ النقطة الأولى نقطة حق. بني كيف ترى الموت؟ قاسم يوم للإمام الحسين عليه السلام شرح أو بشر وأعلم القوم كلهم بمصرعه ومقامه. يقول للقاسم بني، يقول: ألست منهم وأنا منهم يا عم؟ قال: بني كيف ترى الموت؟ قال: في سبيلك أحلى من العسل. وفعلا اللي يشوف قصة القاسم بن الإمام الحسن وطريقة حربه وطريقة استشهاده وما شابه، شوف رجل يهم يمشي على الطريق الصحيح، مو مهم في الوسطى، من في الوسطى أو في النهاية ماذا
يحدث. نحن كذلك أيها الإخوة، البدايات دائما بدايات صغيرة، لكن إذا الإنسان سلم لله عز وجل فإن النهاية تكتب بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يكتب شيء قليل ولا يكتب شيء صغير. لا أهالي الشهداء ولا هذين الشهيدين ولا حتى أنتم الموجودون هنا والآخرون الموجودون في أماكن أخرى ظنوا أن تكون سيرة هذين الشهيدين بهذه المكانة، هذه العظمة، هذا العطاء، هذا الفداء، هذا التفاني، هذا الذوبان في الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نقطة أولى ونقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، دورنا إحنا إذا لم يقف أمام الباطل من يوقفه ويوقف الطغيان والطغاة فإن مسيرة الطغيان تستمر. إن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فرعون طاغية، لكن إذا الناس ما جاوبوا وياه لا يمكن أن يكون. نحن نماذج الطغيان في كل مكان هي نفس الشيء، طغيان يريد يستأثر ويأخذ كل شيء، يريد يخلي. قبل يومين أقرأ عن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، أحمد حسن الباكر، فكر أنه حصل ألقاب كثيرة، كان ينقصه لقب المفكر الكبير، فراح أرسل أشخاص مندوبين إلى الشهيد الصدر، قال له تدرون انشغالات السيد الرئيس البكر وهو يريد يكتب كتاب لكن انشغالاته ما تخليه، فيا ريت تكتبون كتاب وتخلون عليه اسمه، يطلع باسمه هو على أساس أنه شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، رجل مفكر وفكر غزير وعميق، فهو يريد علشان يكتب له هذا. ولو أيضا يخلونه، هم هو ملك وهم يبغى يصير زعيم الفراشين وزعيم الخمامين في الطريق وما يخلون لا نجمة ولا إشارة ولا نوط ولا شيء إلا يريد يخليه عليه، كل هذا ما يغير شيء. لكن الطغيان هكذا، فإذا لم يوجد من يقف أمام هذا الطاغية هذا الجبار فإن الطغيان يستمر، والحالة الجبروت التي هو عليها تستمر. لذلك إحنا في هذا الإحياء نقوم بعمل خطوة مهمة لترسيخ الجهاد، لترسيخ الحق، لترسيخ الوقوف أمام الانحراف، لترسيخ الوقوف أمام الطغيان، ليسمع المتجبر أن هناك صوتا وإن كان ضعيفا يقول له قف، هذا ليس من حقك. ما شاهد آل خليفة من خلال عطاء هذين الشهيدين الكبيرين لم يكن يتوقع ولم يكن يتصور في ذهنه أن ممكن أحد يجون بهذه الجرأة ويقومون بما قاموا به. لذلك الاحتفال وإحياء مناسبات الشهداء مهمة جدا بالنسبة لنا ومهمة جدا بالنسبة للمسيرة، لأن الطغيان إذا لم يقف أمامه أحد فإنه يصبح سيلا هادرا حتى يصبح طوفان يجرف الكل. فلولا أولو بقية، هل أولو البقية أنتم وكل من يحمل راية الحرية والدفاع عن المظلومين، نقف بكل فخر واعتزاز أمام هذين البطلين، الشهيد أحمد الملالي والشهيد علي العرب، لنحيي هذه القيم
التي هي رسالة من رسالات الله سبحانه وتعالى، لنكتب كما كتبوا من الذين يبلغون رسالات الله عز وجل. نحن نقف هنا ونقول أن الظلم ظلم مهما كان ومهما تقدم وتقادم، والانحراف انحراف مهما كان، لا يمكن بعد هذه المسيرة الكبيرة، لا يمكن بعد هذه الاحتجاجات الطويلة، لا يمكن بعد هذه الانتهاكات الكبيرة جدا أن نأتي في يوم من الأيام ثم نقول عفى الله عما سلف، ها، وأن نبدأ من جديد ولنجرب. ربما ذنبت الكلب اعتدلت ونبدأ من جديد، لنا حق إن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. قضية البحرين قضية مظلومة، مظلومية كبيرة لشعب البحرين، وقضية فساد كبير، وقضية المجاهدين رسالة إصلاح ورسالة تعديل للأوضاع المنحرفة المتأزمة. لا يمكن في يوم من الأيام أن نتغافل عن كل ذلك وعفى الله عما سلف، أو نبدأ من جديد وكأن شيئا لم يكن. دماء الشهداء أمانة في الرقاب. كل هذه العذابات والتضحيات التي مر بها شعب البحرين، والذي عانى منها أغلب أبناء شعب البحرين، واشتركوا فيها من شارك ومن لم يشارك، هذه كلها محفوظة عند الله عز وجل، ومحفوظة عند أولئك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا عند الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ومن يضيع هذه البوصلة، ومن يضيع هذه القضية، ومن يضيع هذه التضحيات، ومن يضيع هذه الدماء، فليعلم أنه قد شطب من هذه الآية الكريمة، ولا أحد منا يريد أن يشطب من هذه الآية الكريمة. للشهداء جميعا الرحمة والغفران والمقام العالي، وللمجاهدين الثبات والبصيرة التي تجعلهم يمسكون بالجمر ولا يتنازلون، يموتون دفاعا عن الحق ولا يتراجعون، ويكملون المسيرة حتى تتحقق الآمال والطموحات. ونحن كلنا مؤمنون ونعلم أن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فلا يمكن أن ننخدع مهما كان الأعداء وقوتهم وما شابه. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار، الصبر والثبات والاستقامة للمجاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر المؤزر لشعبنا العزيز الذي دفع تضحيات كبيرة جدا جدا، ولا يمكن أن يكون ثمنها إلا النصر المؤزر بإذن الله تعالى وهو قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد.